الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة العنكبوت وصلنا في الدرس الماضي إلى قصة سيدنا لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما الفاحشة؟ الفاحشة العمل القبيح أو القول القبيح، يعني عظم القبح في القول والعمل، هذه فاحشة. والحياة الدنيا طافحة بالفواحش، فعظم القبح، القبح الشديد في الأقوال والأفعال تسمى فواحش. سيدنا لوط قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ففي إشارة إلى أن هذه الفاحشة إنما فعلها قوم لوط أول الناس، لم يسبقوا إليها. وبعض المفسرين قال إنها شاعت في قوم لوط شيوعا لم يكن من قبل، إما أنها شاعت شيوعا لم يكن من قبل، أو إنها كانت أول ما وقعت من قوم لوط. فربنا عز وجل مع أنه أعطانا ميزان العقل، إلا أن هذا الميزان ضبط على ميزان الشرع، وكل إنسان مؤمن عليه أن يضبط تصوراته، مفهوماته، موازينه، مقاييس الفوز عنده على ميزان الشرع، وإلا ما الضلال المبين؟ أن يكون لك مقياس غير مقياس الشرع، أن يحسن عقلك شيئا قبحه الشرع، وأن يقبح عقلك شيئا حسنه الشرع، هذا هو الضلال. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال. يعني هنا في نقطة دقيقة جدا، إن ربنا عز وجل فطرنا فطرة معينة. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، فكل رجل أودع الله فيه حب المرأة. شيء جميل. لكن الله عز وجل جعل لهذه الشهوة قناة نظيفة طاهرة نقية، إنها قناة الزواج. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها طريقا نظيفا للسير فيه. لنأخذ على ذلك موضوع النساء. بعد أن أودع الله في الإنسان حب النساء سمح له بالزواج، فالزواج قناة نظيفة مشروعة طاهرة نقية بناءة. الإنسان إذا زنى خرج عن أمر الله عز وجل، خرج عن شرعه، خرج عن منهجه، خرج عن تعليمات الصانع، يدفع الثمن باهظا. ولكن فعل قوم لوط شيء آخر. الإنسان حتى لو زنى، هذا الزنا فاحشة وله مضاعفات في اختلاط أنساب، في يعني خيانات، في مشكلات كثيرة جدا، لهذا حرمه الله عز وجل. بل إن الله عز وجل أبلغ من أن يحرمه، قال: ولا يزنون، نفى عن المؤمنين أنهم يزنون، والنفي أبلغ من النهي. وفي نهي عن الزنا وعن مقدمات الزنا وعن الاختلاط وعن كل ما أدى إلى الزنا، لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. يعني في نقطة مهمة جدا أتمنى عليكم أن تكون واضحة عندكم، الإنسان في تعامله مع من حوله، مع المحيط، في ثلاث مراحل.
الإدراك والانفعال والسلوك. إدراك انفعال سلوك. مثلا لو إنسان في بستان رأى حية، بحكم معلوماته ومفهوماته التي درسها في المدارس، أو ملاحظاته في بعض المتاحف الزراعية، أو قراءاته أو تجاربه السابقة أو قصص، يدرك أن هذه أفعى، حصل إدراك. إذا كان الإدراك صحيحا لا بد من انفعال. ما الانفعال؟ أن يضطرب. وإذا كان الانفعال صحيحا لا بد من سلوك، إما أن يهرب منها وإما أن يقتلها. أنت يمكن أن ترى وردة جميلة، تدرك أنها جميلة وتنفعل بجمالها وتقول سبحان الله ما أجملها. إلى هنا لست مؤاخذ عن شيء. لو نظرت إلى وردة، إلى شجرة، إلى بيت، إلى حديقة، إلى بحر، إلى شيء جميل أودع الله فيه شيئا من جماله، إنك إن أدركت وإن انفعلت فلا شيء عليك، إلا في موضوع المرأة. الوردة لو قطفتها تحاسب، لو أخذتها من غير حق تحاسب، لكن موضوع المرأة موضوع آخر، محرم أن تنظر، ومحرم أن تنفعل، ومحرم أن تخطو، لأن الله عز وجل هكذا أمرنا، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويبدو أن تقديم غض البصر على حفظ الفرج تقديم دقيق جدا، بمعنى أن الإنسان لا يستطيع حفظ الفرج ما لم يغض البصر، فأن يأتي غض البصر قبل حفظ الفرج معنى ذلك أن غض البصر طريق إلى حفظ الفرج. ولكن هذا الإنسان الذي أودع الله فيه حب النساء واقترف جريمة الزنا، هي جريمة الزنا، واقترف جريمة الزنا، ماذا فعل هذا الإنسان؟ خرج عن منهج الله، لكنه لم يخرج عن فطرته. الفطرة أودع الله في الإنسان حب النساء، خرج عن منهج الله، خرج عن تنظيم الله عز وجل، عن أمره ونهيه، ولكنه حينما اقترف هذه الجريمة لم يخرج عن فطرته. أما جريمة اللواط فيها خروج عن الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها لأسباب كثيرة. أئنكم لتأتون الرجال، موضع قذر وطريق يؤدي إلى دمار النوع البشري، تعطيل للمرأة. ماذا قالت بنت الحارث لابنتها حينما زفت إلى زوجها؟ قالت يا بنيتي إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن المرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها أو لشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه. دققوا في قول هذه المرأة، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خلق الرجال. في تصميم إلهي، في صانع صمم هذا الكائن ليكون زوجة، أودع فيها رجاحة العاطفة، أودع فيها رقة الإحساس، أودع فيها طبيعة الإنقياد، أودع فيها صفات نفسية كثيرة تؤهلها أن تكون زوجة صالحة، وأودع في جسمها أجهزة تؤهلها لأن تنجب الأولاد ويبقى النسل مستمرا وتحافظ البشرية على نوعها. وصمم الرجل بطريقة، ببناء عقلي وبناء نفسي وبناء اجتماعي وبناء عضلي مادي يؤهله ليحقق مهمته في الحياة على أكمل وجه. هذه هي الفطرة. الزنا محرم، ولكن الذي يستقل بالرجال من دون النساء انحرف لا عن مبادئ الشريعة، بل انحرف عن مبادئ الفطرة أيضا، سلك سبيلا شاذا. وهذا المرض العضال الذي يهدد البشرية من أقصاها إلى أقصاها، ما من ناقوس خطر يدق الآن بأشد إيقاعا على النفس من ناقوس خطر هذا المرض العضال الذي تعاني منه البلاد المتحللة.
البلاد التي لا تؤمن بمنهج الله عز وجل. إذن أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. لهذه الآية تفسيران: الأول أن هؤلاء القوم الشاذون حينما يأتون الرجال يقطعون النسل، تقطعون السبيل، قطعتم سبيل الزواج، قطعتم سبيل الله عز وجل. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. في تفسير آخر لهذه الآية أن قوم لوط كان إذا مر بهم شبان أخذوهم عنوة وفعلوا بهم الفاحشة وعذبوهم، هذا المعنى الآخر التاريخي. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. الآن الجريمة الأولى هذا الانحراف السلوكي، والجريمة الثانية أن ترغم إنسانا على أن تفعل به الفاحشة، هي جريمة ثانية. والجريمة الثالثة أنكم تأتون هذه الجريمة المنكرة في ناديكم أمام بعضكم بعضا، جرائم متراكبة. فما كان جواب قومه؟ يبدو أن سيدنا لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبههم وحذرهم وأوعدهم وخوفهم وأنذرهم، يبدو أنه خوفهم بعذاب الله. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وهذا شأن العصاة، كلما حذرته من عقاب الله، كلما حذرته من عذاب الله استهزأ وقال ائتنا بعذاب الله. يعني سمعت مرة يعني إنسان يعمل في حقل الألغام استهزأ بالله، قال إن كان موجودا فليثبت وجوده، داس على لغم من دون أن ينتبه فانفجر في وجهه وفقد بصره. قل سبحان الله، الله سبحانه وتعالى أعطاه فرصة ليتوب، قال رب انصرني على القوم المفسدين. يبدو أن في هذا العمل فسادا كبيرا، فساد في العلاقات الاجتماعية، فساد في الزواج. يعني هذا الطفل إذا فعلت به الفاحشة أصبح إنسانا آخر، أين عزته، أين كرامته، أين شرفه، أين طموحه، أين مكانته، أصبح شيئا حقيرا قذرا دنيئا. فهذا فساد كبير، فساد في الأطفال، فساد في الفاعلين، فساد في الزواج، فساد في كل علاقة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أي ملائكة الله عز وجل هم رسله هنا في هذه الآية، جاءوا سيدنا إبراهيم يبشروه بغلام عليم وبأن امرأته سوف تلد. في أثناء هذه البشارة قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يبدو أن هناك مسافة قصيرة بين قرية سيدنا إبراهيم وقرية سيدنا لوط. تروي بعض الأخبار التاريخية أن قوم لوط كانوا على سواحل بحيرة لوط، وقد سميت بحيرة لوط أو البحر الميت باسمهم. إن أهلها كانوا ظالمين، انظروا إلى التعليل، يعني إهلاك القرى هناك سبب وجيه. قال إن فيها لوطا. قال بعض المفسرين إن إبراهيم عليه السلام لا يعقل أن يصدق أو أن يعتقد أن عذاب الله عز وجل سيصيب قوم لوط مع لوط، ولكن أراد هذا النبي الكريم أن يدعو الله عز وجل بأن يمهلهم قليلا لأن فيهم لوطا، أو إكراما للوط، إما أن يمهلهم وإما إكراما لهذا النبي الكريم. على كل، حينما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني هذه ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما دامت محبة هذا النبي في قلوبنا وما دامت سنته في سلوكنا فكأن الله سبحانه وتعالى طمأننا أنه لن يعذبنا.
والمعنى الذي يصح مع وجوده صلى الله عليه وسلم فيما بين قومه ما دام النبي بين ظهرانيهم، أو ما دامت سنته مطبقة في سلوكهم، أو محبته قائمة في قلوبهم، فلن يعذبوا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن قال إن فيها لوطا، يعني لعل وجوده لعلهم يهتدون أو إكراما له. قالوا نحن أعلم بمن فيها. الله عز وجل عدله مطلق، حكمته مطلقة، خبرته قديمة، علمه قديم. يعني الإنسان كما نقول لو أصدر 100 حكم عادل وحكما ظالما يسمى عند الناس عادلا، لكن حضرة الله عز وجل هو المطلق، يعني أحكامه كلها عادلة، تصرفاته كلها حكيمة. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني أصابها غبار قومها، أحبت قومها وأقرتهم على عملهم، لذلك من غاب عن معصية فرضي بها كان كمن شهدها، ومن شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها. إذا رأيت معصية لا تقبل بها، أنكرها بقلبك، وإلا تشترك مع صاحبها في الإثم. إلا امرأته كانت من الغابرين، أحبت قومها وأقرتهم على معصيتهم، وخانت زوجها، لا خيانة فراش ولكن خيانة دعوة. ولما أن جاءت رسولنا لوطا سيئ بهم، الله عز وجل جعل هؤلاء الملائكة حسني الوجوه، شباب في مقتبل عمرهم، هكذا جعلهم بهذه الصورة، وأسبغ عليهم جمالا أخازا. فلما جاءوا سيدنا لوط ضاق بهم، خاف عليهم أن يعتدي قومهم عليهم، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ربنا عز وجل جعل قوم لوط عبرة للإنسانية من بعدهم إلى يوم القيامة. والحقيقة إما على مستوى جماعي في على مستوى فردي، فكل انحراف فيه ضربة قاصمة، إن بطش ربك لشديد، إن على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي. والحمد لله رب العالمين.